أقف الآن أمام أقدم شجرة كاستناء في الغابة. يجب علينا أن نبعد 15 خطوة شمالا، أي باتجاه ذلك الجبل. اثنتا عشرة، 13، 14، 15. يجب أن نجده هنا. لابد أنه تحت الأرض. هيا لنبدأ الحفر. ماذا يحدث؟ بوم بوم، الحجارة أغلقت المدخل. ماذا يمكننا أن نفعل؟ لا أعلم، لكنني واثق أن أصدقائنا سيبحثون عنا. مرحبا تورتوب، أريد بعضا من الصمغ لكماني. تورتوب، قلت إنني أحتاج إلى بعض الصمغ. هل أنت على ما يرام؟ لما تبدو شاردا ومتوترا؟ نعم، هذا ليس من عادته.